أعلن عمدة مدينة نيكولايف فيتيلي كيم عن استهداف المدينة من قبل القوات الروسية بما يقارب 18 صاروخ صباح هذا اليوم. تفرقت مناطق الاستهداف، ولكن المكان الأبرز في الاستهداف كان مدينة نيكولايف. كان ميناء مدينة نيكولايف. قال عمدة بالمدينة بأن أضرارا جسيمة مست البنية التحتية. في المقابل أيضا تعرضت مدينة كرافاري، وهي مدينة متاخمة لمدينة نيكولايف، إلى قصف روسي. كذلك تعرضت أيضا مدينة نيكوبول المتاخمة أيضا لكلا المدينتين لاستهدافات روسي حسب ما أعلن حاكم هذه المدينة. في المقابل قال الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي يكثف نيران مدفعيته على خط التماس بين مناطق زاباروجيا وخيرسون المتلاصقتان بمدينة نيكولايف ومدينة دنيبرو بتروفس. في المقابل أيضا قال عمدة مدينة أوديسا بأن الطيران وصفه بالاستراتيجي قصف عدة مناطق على شاطئ بحر مدينة أوديسا. الجيش الأوكراني في شرق البلاد يقول أيضا بأنه لا يوجد متغير إلى حد هذه اللحظة في الجبهات الثلاث المذكورة. ربما عامر كل هذه الاستهدافات من قبل القوات الروسية للموانئ الأوكرانية يقودنا إلى أن نستفسر حول عملية تصدير الحبوب الأوكرانية. نعم، حسب ما أعلن أوليكسي كورباكوف وهو وزير البنية التحتية، وهو من وقع على اتفاق البحر الأسود كما وصفه أمين عام الأمم المتحدة، قال أن هنالك مخاطرة كبيرة في نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية في ظل الاستهدافات الروسية للموانئ. الآن حسب ما أعلن بأنه سوف يتم العمل وتنفيذ الاتفاق، خاصة ربما في هذا اليوم أو ربما غدا الأربعاء سيتم دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وسوف يتم العمل في ميناء تشورني مورسك. ميناء تشورني مورسك يبعد عن المناطق المتاخمة للمناطق السيطرة الروسية. هذا الميناء يقع غرب مدينة أوديسا. وقال أيضا الوزير أنه سوف يتم إزالة الألغام فقط في طريق مسار السفن وليس في كل البحر، وليست الموضوعة في كل البحر الأسود. قال أنه سوف يتم إزالة الألغام فقط في المناطق سير الموانئ المحملة، سيل السفن المحملة بالحبوب، خاصة وأن السفن سوف يرافقها أيضا سفن أوكرانية إلى أن تصل إلى الموانئ الأوكرانية.